بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداة. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. اللهم صل وسلم على ذلك المحبوب الذي به نصل لأعظم مرغوب. نعم، حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو فرحة القلوب، وإحنا في الحقيقة مع حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم علاقتنا به علاقة مختلفة، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي بيجدد حياتنا لأبي وأمي صلى الله عليه وآله وسلم. خليني بس لما نبدأ وإحنا بنتكلم في الحلقتين اللي هنحتفل بيهم بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، تعالوا نفهم بس إن في علاقات مش زي كل العلاقات، وهي علاقتنا بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل العلاقات زي ما بيقولوا علماء النفس ممكن تنتهي إما بالفراق ويمكن تنتهي بالموت، لكن علاقتنا بحضرة النبي علاقة مكتوب عليها: من كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله. وعلاقتنا بالله ما تنتهيش، يبقى علاقتنا كمان بحضرة النبي ما بتنتهيش. عارفين علاقتنا بحضرة النبي ما بتنتهيش ليه؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لازم نقرر إن حضرة النبي بالنسبة لنا حياة. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مش شخص بنحاول نتعرف عليه فنتبعه عشان يسهل علينا طريق. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حياتنا، حضرة النبي أعظم من حياتنا كمان. وعشان كده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل العالمين: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ماله وولده ونفسه التي بين جنبيه. يعني إيه نفسي التي بين جنبيه؟ يعني حياته. ليه؟ لأن حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو حياتنا، حياتنا اللي لو اتفتحت علينا هنبقى في الجنة، لأن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يأتي إلينا إلا لكي يدخلنا للجنة. فاكرين لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بص على السيدة عائشة والليلة كانت ظلمة فنورت غرفة السيدة عائشة؟ فاكرين لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم سمع كعب بن زهير وهو بيقول: إن النبي لنور يستضاء به؟ فحضرة النبي نور. عارفين يعني إيه حضرة النبي نور؟ اللي هيأذنه ربنا وتكون علاقته بحضرة النبي علاقة دائمة ما بتنتهيش، هيعيش بالنور مش بالأنفاس. اسمعوا قوله تعالى: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. لو صاحبت حضرة النبي هتبقى حياتك مش حياة إنسان بيعيش بالأنفاس ولا بيعيش بالهوى اللي بيدخل رئته، ولكن هيعيش بالأنوار اللي جاية من صحبته لحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. حضرة النبي جماله ما يوصفش. حضرة النبي لما بنيجي نحتفل بيه احنا في الحقيقة بنحتفل بنعمة ربنا علينا، احنا بنجدد حياتنا باحتفالنا بحضرة النبي. وعشان كده الحلقتين دول السنة دي عايزين نوصل بيهم بمعنى واحد: ان حياتنا بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. عارفين احنا بنمشي ورا حضرة النبي ليه؟ عشان نقدر نتحمل أنوار مولانا لما حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يملى حياتنا بالنور، فنقدر ندخل على حضرة مولانا سبحانه وتعالى. احنا عايزين نجدد حياتنا بحضرة النبي، عايزين نخرج من كل حياتنا المليئة بالتعب والإرهاق والحزن. لازم نجدد حياتنا، ومفيش حد ممكن نجدد حياتنا معاه قد حضرة النبي. الصحابة انتقلوا من حياة الضيق والحزن والكراهية والقتال والصراع، وانتقلوا إلى حياة جديدة بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعشان كده احنا كمان عايزين نجدد حياتنا بحضرة النبي. وعشان كده تعالوا نتأمل ازاي ميلاد حضرة النبي هيجدد حياتنا. تعالوا نشوف اللي حصل وقت ميلاد حضرة النبي عشان نعرف ان المرة دي ميلاد حضرة النبي هيعمل في حياتنا ايه. حصل ثلاث حاجات مهمين جدا: تنكست الأصنام، وانطفأت النيران، وتصدع الديوان. يبقى ثلاث حاجات حصلوا: تنكست الأصنام، وانطفأت النيران، وتصدع الإيوان. إحنا
هنحاول بقدر الإمكان إن احنا نجدد حياتنا مع حضرة النبي، نجدد حياتنا مع حضرة النبي ونقرأ الميلاد بشكل جديد. خلوا بالكم إن الصحابي سيدنا القعقاع بن عمرو لما قالوا له قل لنا شيئا يشوقنا إلى الجنة، وإحنا متشوقين لحضرة النبي، إحنا سبحان من صبرنا إن إحنا مش قادرين نلمس إيد حضرة النبي ونقبلها، سبحان من صبرنا إن إحنا مش قادرين نعيش ويرش علينا صلى الله عليه وسلم من وضوءه صلى الله عليه وسلم، سبحان من صبرنا إن إحنا مش قادرين نشم نسيمه ولا تلمس أقدامنا التراب اللي بيمشي عليه، بس إحنا مصبرين نفسنا بأنه هو تشوق إلينا، مصبرين نفسنا بأنه حضرته صلى الله عليه وسلم ما بيفرقناش. وعشان كده إحنا في الحلقة دي بنقول له السلام عليك يا رسول الله، بنقول له السلام عليك يا رسول الله عشان يبقى حاضر، إحنا حاسين أنه هو حاضر معانا، حاسين أنه هو معانا صلى الله عليه وآله وسلم. إحنا طول الوقت بيربينا ربنا على إن إحنا نستحضر إن حضرة النبي ما فارقناش، عشان قلوبنا تفضل قادرة تتنفس بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. أمال إحنا بنقول في الصلاة إزاي؟ السلام عليك أيها النبي، إحنا بنكلمه زي ما إحنا حاسين دلوقتي وإحنا بنتكلم عن حضرته بأنه حاضر معانا يا رسول الله. إحنا في الحقيقة مش بنضيف إليك فرح بإن إحنا نفرح بيك، إحنا بنعبد ربنا سبحانه وتعالى بإن إحنا نفرح بحضرتك. إحنا عارفين إن في عبادة اسمها الفرح بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. إحنا عارفين إن الفرح بيك عبادة يا رسول الله، بس المرة دي إحنا هنفرح بنكهة إن إحنا هنجدد حياتنا. إحنا كفايانا غرق في علاقات في الحقيقة ما بتخليناش نعيش معنا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إحنا كفايانا على هذه العلاقات، إحنا عايزين علاقة تخرجنا من الظلمات إلى النور، ومحدش هيخرجنا من الظلمات، ظلمات بقى العلاقات المسمومة وظلمات العلاقات المليانة بالفقد، إلا حد يفضل معانا في أول في حياتنا الأولى وحياتنا البرزخية وحياتنا الآخرة. مفيش غيرك يا حضرة النبي، مفيش غيرك هنقدر نعيش معاه ونفضل ندوق حلاوة إن إحنا في حضرة مولانا إلا أنت يا رسول الله. يا رسول الله إحنا في الحقيقة فرحنا بيك بيعطينا معنى إن السعادة معنى حقيقي في حياتنا. إحنا بنفرح بيك يا حضرة النبي عشان الفرح بيك عبادة، والفرح فيك يخلي الحياة السعادة فيها حقيقة وليست وهم. إحنا بنفرح بيك عشان نعرف إن السعادة عبادة، وإن السعادة عبادة معاه ومع أنوارك يا حضرة النبي. يا رسول الله إحنا نفضل نفرح بيك ونفضل نجدد حياتنا. وبعد الفاصل هنتكلم إزاي هنتولد من جديد، وإزاي هيبقى ميلاد حضرتك هينكس عندنا الأصنام، وكمان هيطفئ النيران، وكمان يتصدع الإيوان، وهنا يتنور الإنسان بأنوار النبي العدنان فيدخل في حضرة الرحمن. بعد الفاصل نلتقي بيكم مع أنوار حضرة النبي، ونفضل غرقانين في أنواره وكمان في حضرة مولانا سبحانه وتعالى. رجعنا لحضراتكم واحنا ما زلنا في انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، احنا في حضرته صلى الله عليه وسلم، بس في ايام المولد بيجي الانوار كتيره. وهو اللي قال لنا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما سالناه يا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما تصوم يوم الاثنين، قال لانه يوم ولدت فيه. طب ليه حضرة النبي اختار عباده الصيام في يوم الاثنين؟ لان اليوم خلاص بقى هو اسمه يوم النبي، يوم الاثنين ده يوم النبي مليان بالنور، بيجي كده بانواره بانوار يوم الاثنين. فحضرة النبي علمنا ان اليوم ده مليان بالنور، طب ليه بيصوم؟ عشان يمتنع عن كل الاغيار، عن كل حاجه، عشان يبقى جاهز لفيوضات الانوار اللي بتنزل في يوم الاثنين ده. يوم حضرة الايام حضرة النبي تبقى مليئه بالانوار، وعشان كده لما الانوار تاتي
من حضرة العدنان صلى الله عليه وآله وسلم لازم الأصنام تتنكس. يعني إيه الأصنام تتنكس؟ كل واحد فينا عندنا عنده صنم لازم ينكسه لما يجي المولد إذا كان هو عايز يبتدي التخلية، فيخلي الطريق من صنمه اللي فين علقيه، اللي في قوله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه هواه، فيتخلص من هذا الصنم. صنم صورتك عن نفسك، صورتك عن نفسك ان انت عندك معصية لا تستطيع ان انت تتخلص منها، صورتك عن نفسك ان انت مش قادر خالص ان انت تخرج من ضيقك الى سعة الله، ان انت خلاص بقيت اسير قدرك. حضرة النبي بانواره جاي عشان يتنكس الصنم ده، لا انت عبد لله، انت فقير. ولذلك لما جم وكلموا حضرة النبي وهو بيكشف لنا عن الهوية الكاملة لكل واحد فينا، افلا اكون عبدا شكورا، يبقى انت عبد غريء في النعم عشان كده تبقى شكور. وعشان كده مش هتقدر تنكس الصنم ده اللي صورتك عن نفسك دي اللي مقيدك ومضيعك الا لما تسمع حضرة النبي بيقول لك ازاي تنجو من هذا الصنم. ما هلك امرئ عرف قدر نفسه. فتعرف قدر نفسك، يبقى عشان تخرج من هذا الصنم وتخرج من اسو ان انت تعرف قدر نفسك. اول حاجه عشان تعرف قدر نفسك لازم تعرف قدر نفسك من عند الله. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير؟ ان انت عبد ولكنك عبد ممدود، انت مش عبد متروك، انت عبد ممدود من الله سبحانه وتعالى. فاذا كنت عبدا ممدودا من الله سبحانه وتعالى يبقى خلاص، اليس الله بكاف عبده؟ يبقى تعرف نفسك من عند الله، بلاش قضيه ان تعرف نفسك من عندك. فلما تعرف نفسك من عندك ايه اللي حاصل؟ هيفضل الصنم بتاعك ويفضل يمنعك من ان تكون عبدا لله. يعني كل ما اتبعت صنمك كل ما تبتعد عن ان تكون عبدا لله، يبقى ابتعد واعرف نفسك من عند الله. العبد مش معناه ان هو واحد ضايع، لكن العبد مضمون ممدود، اليس الله بكاف عبده. تاني حاجه عشان تعرف قدرك لازم تعرف قدرك بيك، ان انت فقير الى الله. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. طب إحنا فقراء ليه؟ عشان ربنا سبحانه وتعالى يذلنا؟ لا، نحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. وعشان كده حضرة النبي قال كلام عجيب عشان تكسر هذا الصنم، عشان كل الناس خايفين من الفقر إن هو يبقى فقير ويبقى ضعيف، فحضرة النبي يكسر هذا الصنم فيقول اللهم أحيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين. يا سلام، فلازم تعرف إن أنت فقير، وفقرك ده هو اللي هيجلب عليك العطاء. لأن إذا كنت أنت فقير فأنت عبد كريم، فأنت فقير على باب كريم، حياتك كلها على باب الكريم، فيتكسر الصنم ده. تالت حاجة اللي أنت لازم تعرف فيها ده، إن أنت هذا الحياة التي فيها هي نعمة من الله. ومعنى إن هي نعمة من الله سبحانه وتعالى لا تترك نفسك لأوهامك، ولكن إيه اللي حاصل؟ تستمر في انك انت منعم عليك فتستثمر هذه النعم. طب اذا عرفت نفسك بهذه الطريقه وخرجت من اصنامك، ايه اللي هيضيع من الا هتتخلص من ايه؟ هتخلص بقى من حاجات كتير، تخلص من السخط، تتخلص من الالتفات، تخلص من ان انت ما ترضاش، تخلص من الالتفات، تتخلص من انك تذل نفسك. ما تذلش نفسك، تذلش نفسك لانك مضمون ممدود. ما ينفعش ان انت وانت غرقان في نعم ربنا وفي انوار ربنا تروح تذل نفسك. وأول حد ما تذلش نفسك ليه نفسك الأمارة بالسوء، إياك تذل نفسك ليها. وكمان تنجو والعياذ بالله من معوقات القلوب بقى ومحرقات القلوب، من الهم والغم والحقد والكراهية، كل ده تنجو منه. وتاخد بقى مفتاح الإيه؟ مفتاح حضرة ربنا سبحانه وتعالى، اللي هي الصلاة على حضرة النبي والوصل بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وتتعلم إن الرجاء بحضرة النبي بيوسع عليك الطريق وبيخليك توصل إلى الله سبحانه وتعالى، وتنجو من كل ده ويتكسر الصنم، وتبقى الكعبة اللي هي قلبك جاهزة عشان تطوف فيها الأنوار، أنوار الرب الغفار. لازم تعمل ده، ولازم عشان تقدر تكسر الصنم ده لازم تقول لنفسك دائما، ويبقى عندك ورد تذكر نفسك طول الوقت. أنا بحب دائما لما نفسي تغلب عليا أن أنا أقول لها يا سيدي خذ بيدي ولا تتركني لي، يا سندي ويا مددي أنت وحدك، يا سندي ويا سعدي أنت وحدك مددي. نقولها كده في اليوم على الأقل 70 مرة، القلب كده يطيب ويرق
واهم حاجه من القلب يطيب ويرق ان كمان قلوبنا تسكن، وخلاص كعبه الجسد اللي هي القلب سقطت من عليها الاصنام، فجاهزه لتلقي الانوار ومدد الله سبحانه وتعالى ونظر الله. وعشان مدد الله سبحانه وتعالى ونظر الله، احنا معانا حبايب بقى، معانا الشيخ محمود والسيد احمد عزات والسيد والدكتور حسام والسيد محمد علاء، واحنا عندنا فرقتنا اللي احنا دايما بنحب نمدح حضره النبي بيها، ونسمع جميل الكلام في وصف الجميل اللي بيدخلنا على حضره الجمال كلها، حضره ذي الجلال والاكرام سبحانه وتعالى. نسمع ايه بقى عشان نروح القلوب بسماع حضره النبي صلى الله عليه وسلم. ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. والعرش يزهو والحظيرة تزدهي، والمنتهى والسدرة العصماء. يا خير من جاء الوجود تحية، يا خير من جاء الوجود تحية، من مرسلين إلى الهدى بك جاء. يا إمام الرسل يا سندي الله، الله أنت باب الله معتمدي، فبدنيا يا وآخرتي الله، الله يا رسول الله بيدي، وما رأت عين ولا سترى الله، الله مثل طه في الورى بشرى، خير من فوق ثرى سرى، الله الله طهير الأنساب والشيم. ويا إمام الرسل يا سندي الله، الله أنت باب الله معتمدي، فبدنيا يا رسول الله خذ بيدي. أيها المشتاق لا تنمي، لا تنمي، هذه أنوار ذي سلمي، عن قريب نحن في الحرم، الله الله عند خير العرب والعجم. أنا لها، أنا لها، الله الله من غير أحمد قالها، أنا لها، الله الله أنا لها، من غير أحمد قالها. اشفع إمام المرسلين واسأل ستعطى يا أمين، الله الله فدعا إله العالمين، هي
أمتي فاغفر لها. الله الله أنا لها أنا لها من غير أحمد قالها. أنا لها أنا لها من غير أحمد قالها. مين غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لها؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو نجاتنا، هو اللي بيدخلنا على باب مولانا سبحانه وتعالى. ومين غير حضرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو نلتجئ إليه ونكون معاه؟ حضرة النبي صلى الله عليه وسلم هو الحماية. ولذلك سيدنا الإمام علي كان يقول: كان إذا احتمى الوطيس احتمينا برسول الله. ولما تيجي أنوار المولد على طول أنوار المولد كمان بيبقى جاية ومعاها معنى تاني، بتطفي النار. ايه النار اللي بتطفيها انوار المولد؟ نار مهمه جدا جدا في حياتنا، وهي نار الصراع. هما بيكلمونا كتير عن المنافسه، نسيوا ان هما بيكلمونا عن المنافسه بيولعوا في قلوبنا نار الصراع. ونار الصراع دي نار ممكن تاكل اي علاقه، تاكل اي محاوله لتنميه الحياه، اي تطور ممكن يحيشه الانسان في امان وفي سلام. الصراع ده قاتل، الصراع ده حارق. ولذلك تيجي انوار حضره النبي، انوار مين؟ وما ارسلناك الا رحمه للعالمين، فتطفي نار الصراع. بس بتطفي نار الصراع بحكمه بالغه من حضره النبي. حكمه ايه؟ من حسن اسلام المرء تركه ما لا يعني. انا ما شفتش حاجه في حياتي تخلي الانسان ببساطه خالص عايش في امان بعيد عن الصراع قد انشغاله بما يعنيه. وما شفتش حاجة تولد الصراع وتولد التقاتل وتولد المرار في قلوب الناس قد انشغال الإنسان بما لا يعنيه. انشغال الإنسان بما لا يعنيه يدخل فيه حاجات كتير، الحكم على الناس، إن هو يعيش حياة الناس. تخيل إحنا بنعيش 4% فقط من حياتنا، و96% بنعيش من حياة الناس، لأن إحنا عايشين فيما لا يعنينا. حضرة النبي صلى الله عليه وسلم يقول لنا: اللي عايز يجلس بجواري ويعيش في أنواري ما قدموش غير إنه هو يكون من أحسن الناس أخلاقا، وأخلاقه لابد أن تكون أخلاق المنورين اللي هم بيتنوروا بأنوار حضرة المصطفى صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين. إحنا هنشغل بما يعنينا ونترك ما لا يعنينا. إزاي؟ إن أنا دايما تكون نيتي في إن أنا أنشغل فيما يعنيني، لا أتدخل فيما لا يعنيني، لا أتدخل في الحكم على الناس. أنا مش مهتم بالحكم على الناس، ليس كل شيء حولي لابد أن يكون لي يعني في قرار ولا لي موقف منه. تاني حاجة ببساطة إن أنا لازم أتعامل بشكل من أشكال الرضا مع الناس، مش لازم يكون الناس زي ما أنا عايز دايما. كل ما تعاملت مع الناس على إن فيهم أنوار حضرة النبي، على إنهم فيهم من الصفات ومن المعاني اللي تخليهم واصلين إلى رضا الله، وأكون عارف إن هم محل نظر الله، أنا مش محتاج إن أنا أعرف هو ده كويس ولا ده وحش، هو فيه نور من أنوار حضرة النبي. واعلموا أن فيكم رسول الله. وعشان كده أنا لابد إن أنا أستمر في ده. كمان عشان أنشغل بما يعنيني ما أعملش أي حاجة في الدنيا إلا وأنا عندي مهارة فيها. ما أنشغلش بأي حاجة أنا مش شاطر فيها. لما أنشغل بما أنا فيه ماهر أنا بنشغل بما يعنيني. تالت حاجة أنا ما انشغلش بحاجة ما فيهاش منفعة. لو انشغلت بأي حاجة ما فيهاش منفعة فأنا في الحقيقة بضيع عمري. رابع حاجة لازم عشان أي حاجة أعملها لازم تكون فيها جودة، فيها جمال. لازم يكون فيها جودة، يعني فيها إحسان، فيها إتقان. لو انشغلت بأي حاجة ما أنا ما أتقنتهاش يبقى أنا منشغل بما يعنيني. آخر حاجة ما انشغلش بحاجة ما فيهاش جمال. أي حاجة قبيحة لا تعنيني، أي شيء قبيح لا يعنيني. أنا لو عملت الحاجات الخمسة دول كانت نيتي إن أنا أنشغل بالنافع، عملت بجدية في الأشياء، كمان ما انشغلتش غير بالأشياء اللي أنا عندي فيها مهارة، كان كل الأشياء كان فيها إتقان، كمان الحاجات فيها جمال، أنا في الحقيقة ببساطة خالص أنا كده منشغل بما يعنيني، وكده سأكون فيما يرضيني.
وفيما يرضي الله مع حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. ومادام بنتكلم على ان احنا نبقى في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لازم نسمع شيء من مديح حضرة النبي. نسمع ايه يا شيخ محمود؟ الشيخ محمود خليف المنشد والقارئ حبيب قلبي بصوته الحلو جميل ده. يلا 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 صلى الله عليه وسلم. الله 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 يا الله 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 يا الله. أغثنا يا عريض الجاه وأسعفنا ارحم شاجيا الله يا الله الله مولانا الله الله مولانا يا العظيم الله. انوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما بتيجي انوار المولد بتستمر انوار المولد، ويبقى فيها زي ما قلنا بيبقى فيها تنكيس للاصنام، وبيبقى فيها كمان طفي للنيران، بس كمان بيبقى فيها كمان تصدع للايوان. هل احنا كل واحد فينا عنده ايوان؟ طبعا عندنا ايوان كبير اسمه الانا. الانا دي في الحقيقه بتخلي الانسان يتسلطن ويحس ان هو كل حاجه تحت السيطره، ويبقى عايش وعايز كل حاجه تبقى اندر كنترول، زي ما
الناس بتتربى على ان كل ما تقدر تتحكم وكل ما تقدر تسيطر كل ما انت قادر تعيش حياة في امان. بس يجي حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ويعمل لنا شكل تاني ومفهوم جديد للحياة، وتيجي انواره تفكرنا ان حضرة النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بالنور، والنور بطبعه جميل وهادي وبارد ولا يشعر به احد. النور كده، نور حضرة النبي كده. امال الايوان تصدع ايه؟ قال له ليس من قسوة النور، ولكن لان النور غارق فيغرق كل انسان فلا يحتاج الى سلطان. هو ده حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. فانواره لما جت قالت لابد ان كل سلطان ينكسر الا الوصل بالرحمن سبحانه وتعالى. عشان كده اذا كنت احنا عايزين نمشي مع حضرة النبي ما قدمناش غير الوصفة اللي قدمها لنا حضرة النبي عشان نعيش في امان، اللي هي ايه؟ بلاها الايجو، بلاها الانا، وخلينا مع ان احبكم الي واقربكم مني منزلا يوم القيامة احاسنكم اخلاقا. مين دول يا رسول الله؟ الموطؤون اكنافا الذين يألفون ويؤلفون. يبقى ما فيش حل غير انك انت بلاها السيطرة، وخليك في ايه؟ خليك في ان تكون موطأ، ان تكون سهل، هين، لين، ان يألفك الناس وان تألف الناس. حاجة لو جربتها الحقيقة هتتغير حياتك. اصرارك على انك انت تعيش متسلطن، وكل ما تدخل مكان ينقولك مجلس، وكل ما تروح في حتة يبقوا يتعاملوا معاك بفخامة، أكيد مش كل الناس هتتعامل معاك كده، وأكيد مش هيبقى متاح مجلسك زي ما كان مجلس رسول الله متاح للكل. عايز تبقى مع رسول الله تبقى مع الموطئين، مع الموطئون أكنافة الذين يألفون ويؤلفون. تبقى إزاي؟ أول حاجة عشان تبقى من هؤلاء تبقى مبسوط الوجه، تبقى مبسوط الوجه، سهل مجلسك، سهل كل الناس تروح، مفيش المجلس اللي ما يدخلش فيه غير بعض الناس، لا تبقى انت مبسوط الوجه ومجلسك سهل للناس. تاني حاجة عينك لا تقع إلا على المحاسن. مش عايز تبقى من أهل محاسن الأخلاق، يبقى عينك ما تقعش غير على الجمال. لكن لو تعودت عينك تقع على القبيح، لا انت مش موطأ أكناف. انت بدونك بتقع على القبيح ليه؟ عشان تشوف ده مناسب ان انت تقعد معاه ولا لا. لكن لو عينك وقعت على الجمال انت كده بترى بنور حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. حاجة التالتة وهي المهمة جدا جدا، ايه اللي حاصل؟ لازم حالك يكون دل على الله، واكتر حاجة تدل على الله اللين والسهولة، ان انت تكون سهل هين لين. تكون سهل ايه؟ الناس ما تشوفش في كلامك ان هي تخاف من لما تيجي تتكلم، لكن لما تيجي تتكلم الناس تتشوق اليك. ليه؟ لان كلامك كله مليان ايه؟ مليان حالة من حالات الامتنان واكرام الناس بالكلام. وما تعتبرش ان الكلام المجاملة اللي هو الكلام الحلو اللي هو اقوله للناس حسنة نوع من انواع الايه؟ نوع من انواع التفضل على الناس. اخر حاجة، عايز تبقى حاضر مع مولانا سبحانه وتعالى، خليك حاضر مع الناس فيما اقامك الله فيه. ما تصرعش حد، ما تنزعش حد في حاجة، خليك مع الله سبحانه وتعالى في هذا الحال. يبقى عايزين نبقى يتصدع الايوان ونكون مع الرحمن ونبقى في مجلس العدنان صلى الله عليه وآله وسلم. خليك يا سيدي من الموطئين أكنافة الذين يألفون ويؤلفون. وجب بقى نسمع مديح حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. وحقك يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي. فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي قمر سيدنا النبي قمر وجميل
سيدنا النبي وجميل، ولا ظل له بل كان نورا. الله الله، تنال الشمس منه والبدور. الله الله، ولا ظل له بل كان نورا. الله الله، تنال الشمس منه والبدور. الله الله، ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. ولم يكن الهدى لولا ظهورا. وكل الكون أنار بنور طه. صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد، صلى الله عليه وسلم. صلى الله على حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يقولوا لنا انتوا لما بتيجوا تحبوا حضرة النبي صلى الله عليه وسلم بتحبوا المديح ليه؟ قلنا لهم عشان حضرة النبي بيحب المديح، واحنا لما بنيجي نحتفل بحضرة النبي بنحتفل بحضرة النبي زي ما هو بيحب. كان يحب ان هو يسمع المديح وحضرة النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى قال لي مداحه قال له قل وروح القدس تؤيدك، قال كده. ولغاية ما الناس بقى عندهم ان المداحين زي المؤذنين أطول الناس أعناقا، ليه؟ بيدافعوا وبيتكلموا بالكلام الحلو عن حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويحب حضرة النبي إنه يفرح ويفرح الناس حواليه. وعشان كده عايزين نفرح بقى يا شيخ محمود، وكمان نسمع حاجة عن جمال حضرة النبي. يلا يا سيدي. بيت قلبي حرم الحب له، ترسم أني عبده، ومن الآثر تجري القسم، ومن الآثر تجري القسم. هذه طيبة تزهو بالأمين، أشرف الرسل إمام مرسلين. هذه طيبة تزهو بالأمين، أشرف الرسل إمام المرسلين. يا أخا الأشواق كيف الملتقى، برح الشوق قلوب العاشقين، برح الشوق قلوب العاشقين. هي شمس بدت في ظلال، هي شمس بدت في ظلال، جلت عن التمثال يا غرامي، جلت عن التمثال، تلاشى مود رآها الهلال، تلاشى مود رآها الهلال، وصار كالعرجون يا غرامي، وصار كالعرجون. صلاة بالسلام المبين،
صلاة بالسلام المبين لنقطة التعيين يا غرامي لنقطة التعيين نبي كان أصل التكوين نبي كان أصل التكوين من عهد كون فيكون يا غرامي من عهد كون فيكون يا رب اجعلنا دايما في أفراح وفي هنا وفي سرور وبركة وفي نور بركة حضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضيلة الشيخ محمود، يعني أنا دايما صوت حضرتك الجميل بيجعلني أشم أنسام حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. شكرا لك فضيلة الشيخ محمود المنشد والقارئ، جزاك الله خيرا والله يبارك فيك. أستاذ أحمد عزت، شكرا لحضرتك، ربنا يبارك فيك ويحفظك ويسيد. فضيلة الدكتور حسام، شكرا لحضرتك، ربنا يزيدك نور وبركة ويزيدك في الحلق ويزيدك صوت. باشمهندس محمد علاء، شكرا لحضراتكم، شكرا لكم جميعا، ربنا يبارك لكم ويحفظكم يا رب. هو ينفع ان انتم تمدحوا رسول الله وانا ما امدحش رسول الله حتى يبقى عيب؟ فانا بقول لحضره النبي صلى الله عليه وسلم، الليل يمر واشتاق للغالي، والدمع مر وانا شارب ليالي، طيفه الجميل لو مر ببالي تحلى الحياه ما انا قمر يقبالي. اصل الحكايه عشق الجماله نبض وحشايا وانا كل حلاله صلى الله عليه وسلم، ما انا من هوايا غرقان في جماله اصله جميل ولا شفت مثاله. كلمت روحي من كتر هوايا ليلي ونهاري وانواره معايا، يا رب ازوره واشكيله جوايا، قلبه الحنين طول عمره دوايا. شفت الحبيب وصحيت من نومي، شفت الحبيب غسلت لي همومي، أصل الحبيب شمسي في غيومي وأنا في الحبيب دايب من يومي. يا رب جعلنا على الدوام مع حضرة النبي وجعلنا في أنواره، يا رب ما تحرمنا في نفس من أنفاسنا من أنوار حضرة النبي، ويفضل كل نور من أنوار حضرة النبي وكل مولد يجدد علينا حياتنا عشان حياتنا تكون بحبيب مولانا، عشان نفضل دايما في حضرة مولانا من باب الواسع الذي لا يرد من دخل منه، من باب المصطفى الذي به نحصل الصفا ونكون من أهل الوفا. فنسأل الله سبحانه وتعالى ألا يجعلنا من أهل الجفا، ويكتب لنا بالنبي المصطفى دواما اللقاء. يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين.